حفل الختامين فعاليات الدورة الشرعية للعلوم الإسلامية التي نظمتها حلقة عبد الله ابن عباس للعلوم الإسلامية للنساء المشاركات البالغ عددهن 120 مشاركة، والتي خصصت لتأهيلهن وتدريبهن في مجال الدعوة والإرشاد للنسوة اللائي يعملن في تربية المرأة وتوجيهها بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف عبر الحلقات الدينية لتلقي الدروس الشرعية في العقيدة وفقه العبادات والسيرة النبوية. وقد أشارا القائمان بأمر الدورة التدريبية للمعلمات بأن الهدف من إقامة مثل هذه الأنشطة الدينية التي تسهم في توجيه المرأة يعد خطوة إيجابية. ممثل رئيس حلقة عبد الله ابن عباس للعلوم الشرعية أوضح أن المرأة لها مكانة عالية في توعية المجتمع، لذا خصصت لهن هذه الدورة الشرعية. فالإسلام اهتم بالمرأة المسلمة وأعطاها مكانتها ورفع من شأنها حتى سمى الله سبحانه وتعالى سورة كاملة في القرآن الكريم بسورة النساء. وفي نهاية الحفل الختامي وزعت شهادات تقديرية للمشاركات في الدورة التي نظمت لصالح المرأة لتلعب دورا مهما في وسط المجتمع.